السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأوفياء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. وكيف العادة لأول مرة كيشاهد القناة، مرحبا وألف مرحبا، إذ أبونا وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد. أمي ما بعزية كانت واحد اللحظة جد حرجة، كانت غتفقد الأم ديالها. نخليكم مع أمي ما بعزية، والله يطول في عمر والديكم ويخليهم لكم وحتى وليداتكم تشوفهم كيف ما تمنيتوا إن شاء الله. خليكم مع أمي مبعزية، ولكن قبل ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني ودعواتكم مع الأم ديالها. ملك الحمد، والله يطول في عمركم، وكنبغيكم بزاف، واللي ميتة لي أمي مت الله يرحمها عليه، واللي مريضة لي أمي مت الله يشافيها عليه. الحاجة الوحيدة اللي بغيت نوصي الناس عليها، اللي باقي عنده أمي مت في الحياة الله يحفظها ويطولها ربي في العمر، والله يخلي لكم أميماتكم، واللي ما عندوش أمي مت الله يرحمها عليه. والله يخليكم ليا، شكرا بزاف على الناس اللي سولوا في ماما وكاع الناس اللي دعاو معاها، كنشكركم بزاف وكنبغيكم. الله عليكم، بغيت نقول شكرا بزاف للناس اللي صيفطوا ليا ميساجات وتواصلوا معايا، والناس اللي حضروا معايا، والناس اللي جاوا عندي لاكلينيك، والناس اللي بقاو معايا وصحاباتي اللي وقفوا معايا وكانوا في جنبي، وكنشكر كاع الناس اللي كانوا في جنبي، وكنشكر حتى لطفي حتى هو لقيتو في جنبي في هذيك الوقيته ديال الحزه. وشكرا لكاع العائله ديالي اللي كانوا معايا في جنبي اللي في ديك اللحظه اللي كنت غادي نفقد ماما. كنقول لكم شكرا بزاف، وشكرا على ميساجاتكم، وحتى اللي ما جاوبتوش اسمح لي ما نكذبش عليكم. مع الوالدين اللي ما عندوش امي بتو الله يرحمها عليه، واللي عنده امي بتو الله يخليها عليه. وكنبغي نقول شكرا للناس اللي لقيتهم واقفين في جنبي ولقيتهم في كتافي ديك اللحظه اللي كنت غادي نفقد فيها ماما. حتى واحد ما تقول لي هاد الحاله. كنبغيكم بزاف وشكرا لكم بزاف.